فكأنك اللتش في الكلها يزمون قل النجف صارت جميلة وقاصدة فعنت تستنكر أنواع العداء أو ترفض أفعالي الأياد الحاقدة واعتداء صار مو بس على الحكيم هذا عن مذهب وعلى الحوز اعتدى باقية أرض النجف تحضن أعلام تبقى طول العمر تجلو خالدة تبقى هاي الحوزة للعالم منار وخلي يموت بهمه وبغيظ العدى وتبقى من وحدة المراجع ما نفرق بين سيستام الحكيم ومبتدع وما نفرق بين سيستام الحكيم لا أعلم أن الله ما يعلم 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 أن